بكم طلاب الصف الثاني في الجزء الثاني من درس التمثيلات بالنقاط. ماذا سنتعلم اليوم؟ سنتعلم اليوم أن ننشئ تمثيل بالنقاط لتنظيم البيانات، ونستعمل التمثيل بالنقاط لعرض البيانات. هيا قوموا بتجهيز أدواتكم، فأنتم تحتاجون إلى تجهيز كتاب الرياضيات والقلم والمسطرة والاستعداد جيدا للشرح. هيا بنا نبدأ. لدينا اليوم صديقة جديدة واسمها رقية. هيا نتعرف معا إلى رقية التي ستشاركنا في مسائل اليوم. مرحبا، أنا اسمي رقية، طالبة في الصف الثاني الابتدائي. طلبت مني معلمة الرياضيات قياس أطوال أقلام التلوين وتسجيل القياسات في جدول للتأكد من أنني قد فهمت درس قياس الأطوال، وبالفعل قمت بتسجيل أطوال أقلام التلوين كما يلي. شكرا لك يا رقية، أحسنتي عملا. إذن كما لاحظتم أعزائي الطلاب، قامت رقية بقياس أطوال أقلام التلوين وقامت بتسجيلها في الجدول التالي. والآن حان دوركم لأن تقوموا بمساعدة رقية في تمثيل هذه البيانات باستعمال النقاط. سنقوم بتمثيل هذه البيانات على خط الأعداد لتمثيلها بالنقاط. هيا قوموا بمحاولة الحل بمفردكم. يمكنكم أن تقوموا بإيقاف الفيديو والبدء بالحل، ومن ثم نعود لنتأكد من الحل معا. هيا نقوم بتمثيل أطوال هذه الأقلام باستعمال النقاط. نبدأ بقلم التلوين الأحمر. كما تلاحظون طوله يساوي 6 سنتيمتر، أي سأقوم برسم نقطة فوق الرقم 6. سأبحث عن الرقم 6 وأرسم نقطة فوقه. قلم التلوين الأزرق كم طوله؟ أحسنتم، طوله 5 سنتيمتر، إذن سأقوم برسم نقطة فوق الرقم 5. ماذا عن قلم التلوين الأخضر؟ كم طوله؟ أحسنتم، طوله 7 سنتيمتر، إذن سأقوم برسم نقطة فوق الرقم 7. بقي لدينا قلم التلوين الأصفر وطوله يساوي 9 سنتيمتر، أين سأرسم النقطة؟ أحسنتم، فوق الرقم 9 سأقوم برسم نقطة. الآن أنهينا التمثيل باستعمال النقاط. أريد أن أسألكم، هل ستدلني هذه التمثيلات على البيانات من دون أن يكون هناك جدول؟ هيا نرى معا. هذه التمثيلات تدلنا على أن هناك قلم واحد طوله يساوي 5 سنتيمتر، وهناك قلم آخر واحد طوله 6 سنتيمتر، وأيضا أنه هناك قلم واحد طوله 7 سنتيمتر، وأنه هناك قلم واحد طوله 9 سنتيمتر. والآن بعد أن قمنا بتمثيل البيانات باستعمال النقاط، صديقتنا رقية ستطرح علينا بعض الأسئلة لتتأكد من فهمكم للدرس. هل أنتم مستعدون؟ هيا يا صديقتي رقية، ولكن أنا متأكد أن طلابي سيجيبون عن هذه الأسئلة، لذلك أنا سأجيب عنهم. أي قلم هو الأقصر؟ القلم الأقصر هو القلم الأزرق. كيف عرفنا ذلك؟ ننظر إلى هذه الأطوال، نجد أن أقصر الأطوال هو الرقم 5، والرقم 5 هو يمثل القلم الأزرق، إذن أقصر هذه الأقلام هو القلم الأزرق. هيا يا رقية إلى السؤال الثاني، أي قلم هو الأطول؟ فكروا قليلاً، انظروا إلى هذا الخط، نجد أن أطول الأطوال هو عند الرقم 9، والرقم 9 يمثل طول القلم الأصفر، إذن أطول هذه الأقلام هو القلم الأصفر. أحسنتم. هيا يا صديقتنا رقية ننتقل إلى السؤال التالي، بكم يزيد طول القلم الأخضر عن طول القلم الأحمر؟ هيا نلاحظ معا،
طول القلم الأخضر يساوي 7 وطول القلم الأحمر يساوي 6. هنا 6 ومن ثم 7 والفرق بينهما يساوي 1. أحسنتم. وبإمكاني أن أقوم بتمثيل هذه المسألة بجملة طرح، حيث سأقوم بطرح 7 ناقص 6 ويكون الناتج 1. هكذا نكون قد قمنا بتمثيل البيانات باستعمال النقاط. والآن أعزائي الطلاب، حان دوركم لأن تقوموا بالتأكد من فهمكم للدرس. قوموا بفتح الكتاب صفحة 346 وحلوا تدريبات رقم 5 و6 و7 و9. وهكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الجزء الثاني من درس التمثيلات بالنقاط. إلى اللقاء في درس جديد. إلى اللقاء. أعزائي الطلاب، لأسئلتكم واستفساراتكم حول درس اليوم، تواصلوا مع معلم الصف عبر تطبيق تيمز.